الاتفاقية هي شراكة في برامج مهنية، برامج تعاون بين النقابة وبين طلال أبو غزال العالمية. الهدف منها هو كيف بالاشتراك نتعلم من بعض، يعني نحن نريد أن نتعلم من هذه المهنة الهامة وهذه النقابة الهامة العريقة، وبنفس الوقت لدينا برامج نستطيع أن نقدمها ضمن اختصاصنا. بحثنا جدول أعمال لمشاريع محددة تتعلق بالتثقيف، التوعية، بناء القدرات، والتحول الرقمي الذي أنا أعتبره موضوع حياة وموت بالنسبة للاقتصاد والمؤسسات والأفراد. إذا لم نتحول لن يكون لنا وجود. أيضا تكلمنا عن برامج دورات، وحيث أن النقابة لديها أكاديمية، وأنا سعدت بأن أسمع عن هذه الأكاديمية، ونحن عندنا أكاديمية طلال أبو غزالة. هذان الأكاديميتان ممكن أن تنسق برامج مشتركة، تعاون مشترك. طبعا هذا لقاء متجدد مع دكتور طلال أبو غزالي ومع المؤسسة، لنا أكثر من لقاء وأكثر من اتفاقيات تم توقيعها. اتفاقية اليوم هي لعقد دورات حول التقييم العقاري وتطوير إدارة المباني، وتحدثنا أيضا حول خطة نقابة المهندسين بالتحول الرقمي ومدى الاستفادة من تجربة أكاديمية طلال أبو غزالي في هذا الاتجاه. أيضا تحدثنا حول تجربة أكاديمية نقابة المهندسين الأردنيين ومحاولة تشبيك العلاقة مع أكاديمية طلال أبو غزالي. إحنا موجودين مؤسسة عندها خبرة عريقة وخبرة طويلة جدا، وهي يعني منتشرة خارج الحدود، وبالتالي التعاون بين المؤسستين، بين هاي المؤسسة ونقابة المهندسين، أعتقد سيصب في مصلحة الوطن بشكل عام ومصلحة الطرفين بشكل خاص.